معتقلات سرية وتعذيب وحشي وممارسات تشكل إن صحت فداحتها وصمة لحكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. هذه الممارسات كشف عنها موقع نورديك مونيتور الاستقصائي السويدي من خلال ما قال إنها وثائق رسمية مسربة تتحدث عن قائد في الشرطة التركية يدعى طاهر درباز أغلو أنشأ وأشرف على موقعين غير رسميين وسريين لتعذيب أكثر من 2000 محتجز عام 2016 حتى بات يلقب بعزرائيل. وبحسب موقع نورديك مونيتور أقيمت أماكن الاحتجاز هذه في قلب العاصمة أنقرة بأوامر من حكومة أردوغان. وبحسب الموقع أقيم مكان الاحتجاز الأول في قاعة رياضية تابعة لاتحاد الكرة الطائرة، بينما أقيم الثاني في ساحة انتظار السيارات بأحد السجون في أنقرة. الروايات التي نقلها الموقع عن ضحايا أدلوا بإفاداتهم أمام المحاكم التركية كشفت سياسة التعذيب وسوء المعاملة التي تعرضوا لها تحت مراقبة مسؤولين حكوميين أصروا على عدم التحقيق في الحوادث. وتقول الروايات إن درباز أغلو مارس أقصى أنواع التعذيب في مراكز الاحتجاز لانتزاع اعترافات كاذبة من المحتجزين لدعم السيناريو الرسمي التركي حول محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016. كما تحدث الموقع السويدي عن تعرض بعض المعتقلين للتحرش الجنسي والاغتصاب بالإضافة إلى سرقة ممتلكات المعتقلين الشخصية مثل النقود والمجوهرات. وبحسب الموقع لم يكتف درباز أغلو بإطلاق الأوامر فحسب، وإنما شارك أيضا بشكل شخصي في التنكيل بالمحتجزين.